حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. أحمد شوقي. تاريخه الفني كبير، واشترك في مجالات فنية عديدة ومتنوعة، إلا أن الغالبية العظمى تعرف وجهه السينمائي فقط ولا تعرف اسمه. إنه الفنان أحمد شوقي، لذلك سنتعرف اليوم عليه وعلى حياته الفنية، فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. ولد أحمد شوقي في مدينة بني سويف في 29 مارس عام 1928، تخرج من المعهد العالي للتمثيل وكان من أوائل دفعته. كان الفنان أحمد شوقي من مؤسسي فرقة المسرح الحر، واشترك في عدة أعمال مسرحية منها زقاق المدق، الناس اللي تحت، مراتي نمرة 11، والمغناطيس، كما اشترك في أعمال سينمائية منها العوامة 70، الخطايا، إحنا التلامذة، عنتر بن شداد. مسلسل عائلة مرزوق، المسلسل الإذاعي المصري الأشهر في تاريخ البرنامج العام، كان له نصيب الأسد في حياة الفنان أحمد شوقي، فالكثير لا يعرف أنه قدم شخصية الأستاذ عزمي في المسلسل، كما أدى بطولات إذاعية أخرى مثل دور السيد البدوي ودور السلطان قطز في مسلسل المماليك. قام بالتركيز في رسالة المسرح المدرسي لإعداد الطلبة ذوي المواهب واكتشافهم وتوجيههم التوجيه السليم، حيث كان يشغل منصب مديراً للمسرح المدرسي بوزارة التربية والتعليم، خلفاً للفنانين عدلي كاسب وصلاح منصور، ووصل إلى منصب وكيل وزارة التربية والتعليم. كان تركيزه في المسلسلات الدينية والاجتماعية بالتلفزيون، وأدواره التي قدمها في تلك المسلسلات ساعدت على كسب ثقة الجمهور له، وخاصة أولياء الأمور الذين يعهدون بفلذات أكبادهم إليه أمانة في المسرح المدرسي. ومن المسلسلات التي اشترك فيها محمد رسول الله، الكعبة المشرفة، أصابع الزمن وغيرها. عمل في مجالات فنية عديدة مثل عمله كمساعد مخرج ومصحح لغوي في فيلم هجرة الرسول، وعمل كأستاذ غير متفرغ بمعهد الفنون المسرحية. توفي الفنان أحمد شوقي في عام 1984 عن عمر ناهز 56 عاماً في لوكيشن تصوير مسلسل الشيطان والحب بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة. تاريخ فني طويل وعظيم لم يسلط الضوء عليه من قبل، ولكن قناة قصة حياة المشاهير دائما تبحث عن الجديد والمتنوع، أليس كذلك؟ إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.